أولى محطتنا الصباحية لليوم من عالم الأدب، وليس أي أدب، بل نستطيع أن نقول عنا كلمة الحق يلي حملها ابن الوطن بالمغترب لينشرها حول العالم في معارض دولية وبمنتهى المسؤولية، لتكون سوريا وما يحدث بها هي الرسالة يلي كانت شاغلته وكانت شغله الشاغل طوال سنوات إقامته في السويد، وخصوصا خلال فترة الحرب على سوريا. خلينا نرحب بمدير مركز التوازن الإعلامي في السويد الكاتب يعقوب مراد. صباح الخير والحمد لله على السلامة، وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور يعقوب. بداية رح نحكي عن كتابك يلي صدر الجديد، ولكن خلينا نحكي ونتوجه للقدس يلي هي بوصلتنا من سوريا، من قلب العروبة النابض. خلينا نقول انه هذا القرار يلي صدر، طبعا قرار الامريكي باستبدال العاصمة فلسطين الى العاصمة اسرائيل، شو رأيك بهذا القرار؟ يعني هو قرار مؤسف ما في شك، بس انا بدي احب اخذ كلمه وزيره الخارجيه السويديه اللي قالتها اليوم انه قرار ترامب قرار كارثي بكل معنى الكلمه، خاصه في حال لو انه طبق. يعني بس انا استغرب انه الحاله الهيجان اللي جادت الدول العربيه انه باستغراب. انا ماني شايف انه الموضوع مستغرب، لانه هذا الشيء كان معد له ومن كوارث الربيع العربي اللي كان من اهم اهدافه انه يوصلوا لهالمرحله هذه. اليوم لما تفتت الدول العربيه، لما الحروب انتهت، الجيوش اتدمرت، بمباركه معظم الدول العربيه، قاده الدول العربيه، خاصه اذا قلنا نحن الدول الخليجيه، عندهم علم انه بهذا القرار هو قادم لا محالة. طيب ماذا فعلت الدول الدول العربية؟ العربية ماذا فعلت الجامعة العربية؟ الجامعة العربية منذ أن استولوا عليها دول الخليج أصبحت نايمة. الجامعة العبرية، فمهدت لكل أهل هذا يعني القرار. هي في حالة سبات دائما، يعني ليس فقط سبات، سبات ماتت، ما لها وجود. وقال له وين إذا كانت اليوم وزيرة خارجية السويد بتقول أنه قرار كارثي يلي هي ما لها علاقة بالدول العربية ولا من يحزنون. طيب شو عملت الدول العربية؟ وين الجيوش اللي انطلقت الصبح وراحت لتحرر؟ وهن عارفين سابقا. انا أزم مثل ما قلت، انا في حضن الشيطان سابقا، ومكتوب من سنه 2013 انه هذا القرار قادم، وان الدول الخارجيه مباركه لهذا القرار ودعمت لهذا القرار وبنت مستوطنات وتكلفت ماديا بالمستوطنات من اجل انه يكون هذا القرار قادم. طيب اوكي، شو تحركت؟ شو اللي عملوا فيه؟ ولا شيء. هل سيبقى مثل ما كانت المعلمه ايام زمان شوهد، تاخذ الدفتر تبع الطلاب، خلص شوهد الجيد والصالح والعط، تكتب شوهد 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 وانتهى واجا غيره؟ هل سيبقى هذا مثل ما راحت غير قصص؟ مثل طيب اليمن، شو عملنا بالنسبه لموضوع اليمن؟ شو عملوا العرب بالنسبه لسوريا؟ هل ساهموا بوقف النزيف ام هن شاركوا بسكن النزيف؟ يعني انا اشوف انه هو نحن بالنسبه لانك سوريين، لانه مثل ما انت حضرتك تفضلت انه القدس كانت البوصله، لان الفلسطين القضيه الفلسطينيه، رغم انه قسم من الفلسطينيين ساهموا او باركوا اللي صار بسوريا وكانوا ضدنا، رغم انه نحن وقفنا معهم، رغم ذلك نحن دائما كانت بوصلتنا هي القدس وقضيتنا هي فلسطين المركزيه، رغم كل اللي صار فينا. بس شو بقيه العرب شو بنعمل؟ جمدوا سوريا لانه صوت الحق بالجامعه العربيه، والبقيه الدول وين؟ دول الصمود والتصدي اللي كانت ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، مين بقي؟ يلا يا عارض، ولا حدا. للاسف قرار كارثي فعلا. نعم دكتور يعقوب، يعني قرار كارثي، وهو يمكن صدى عالمي كارثي، ولكن من وجهة نظر حضرتك يمكن سمعنا لرأيك، ويمكن من خلال كتاباتك حضرتك بتتطرق للوطن، لمحبة الوطن، بتتطرق لهدول المواضيع يلي هي مأثرة فيك حتى وانت بالمغترب. اليوم الوطنية، اليوم العروبة، اليوم الأرض، قديش من خلال الكاتب له دور فيها أو له دور لنشر هي الثقافة، لنشر ثقافة المحبة أو نقلة إلى جيل جديد أو إلى العالم أجمع؟ شوفي بدي لك شغلة، هي ثقافة الانتماء، أن يكون الإنسان حتى لو كان عايش برات البلد تجيك الظروف أنك أنت تنتقل إلى بلد آخر. أنا صلي 32 سنة بالسويد، ما بقى عندي أهل أنا حتى هون، يعني اللي توفى توفى واللي انتقل انتقل. بس أنا اليوم من 7 سنوات أنا ما قطعت
كل سنه مره ومرتين وثلاثه يعني اجي جيب وفود من خارج البلد، اجي اعمل مؤتمرات هون، ريع الكتب اللي كتبتها. اخذت 3 سنوات كتابي الحقيقه اريد ان ارى الشمس، 3 سنوات 13 بلد نبحث عن الحقيقه شو اللي عم يصير في العالم العربي. يعني اليوم نحن وصلنا لشغلات كارثيه، يعني وصلنا لحقيقه مرعبه جدا انه هذا اللي عم يصير. لما استخدمت انا بالبحوث تبعولي ونكتبت بالمحاضرات القيه، فكرت انه انا اعملها كتاب لحتى الناس تعرف انه شو فعلا الحقيقه اللي عم يصير بالارض الواقع. وقلت لانه هذه الكارثه اللي صار واللي ساهموا فيها على سوريا، فانا حطيت انه كل ريعه مو بس انه بسوريا، مو بس انه ب 22 معرض اللي انعرض الكتاب، حتى بالسويد وبالدنمارك وبفنلندا وبالنرويج، ريعه كلياته لمصابين الحرب في سوريا. كلياته كان كلمه لحد اليوم في 36 كرسي، 128 عائله استفادوا من موضوع هذا الكتاب. قلت هم خربوا ونحن نكتب خرابهم ونساعد من تضرر بهذا الخراب. فنجب ان نطع الحقيقه حتى لو كنا خارج الوطن، حتى لو كنا اين من حتى لو ما سمعوا، حتى لو يمكن ما قبلوا لا يسمعوا ولا قبلوا يشوفوا، بس نحن يمكن من خلال الكتب نحن عم نوصل، او من خلال كلمتنا نحن عم نوصل الحقيقه يلي هي على ارض الواقع. مو بس اليوم من خلال الكتب، نحن من بالسويد خاصه تماما، من خلال بالدول طبعا فعاليات عديده. اليوم السوريين بالسويد يعني انا بوجه لهم تحيه، يعني ما تركوا مناسبه تمر بالنسبه بخص سوريا، لا ان مثلا حفلات اعياد الجلاء، لا عيد الحركه التصحيحيه، لا اثناء الاستنكارات، لا المسيرات، لا وعانينا بالبدايه كثير، كان في ناس ضدنا يقولوا شو عم تحكوا انتم وين واقفين، بس بالفتره الاخيره بلشت البعض يفهموا انه هذا اللي عم يصير بعد ما شافوا باليمن، بعد ما شافوا بليبيا وغير، انه هذا اللي عم يصير انه نحن على حق. اليوم حتى الخطاب بالسويد رغم انه ما زالوا الغالبيه لانه الاعلام معروف موجه هو، بس بالفترة الأخيرة صاروا يقولوا الجيش السوري حرر الرقة. نعم. يعني هي ما كنا نسمعها قبل. هذا اللي رح نحكي فيه بهذا السؤال، يعني أول شيء تحيتنا للجالية العربية الوطنية في السويد حصرا الوطنية. بدنا نشوف الرأي العام هلأ، طبعا بعد هالقرار يلي صدر على ترامب وهلأ قرار جديد، ولكن هناك رأي عام تجاه فلسطين وتجاه سوريا أيضا، لأنه نحن في خندق واحد عم نعاني نفس المعاناة، مصير ولكن واحد. مصير واحد ولكن كل واحد باتجاهه. خلينا نحكي عن الرأي العام اللي بالسويد ورأيك أنت كمغترب، كسوري مغترب. يعني هو هذا الرأي، يعني كما تهمني سوريا أنا تهمني فلسطين. أكيد. وأنا أعرف إلي أصدقاء جدا فلسطينيين موجودين بالسويد، وعلى رأسهم الدكتور ناصر، أنا بوجه له التحية، سوري للعظم. يقول إني أنا قعدت كم سنة في سوريا ودرست في سوريا، لا أنسى فضل سوريا علي لأنه علمتني وأصبحت دكتور، واليوم صار له سنوات طويلة في السويد. اليوم ما في شك نحن قضية فلسطين بتهمنا، واليوم أعتقد إنه بوادر بالسويد حتطلع مظاهرات، حتطلع مسيرات استنكار، ولكن يعني شو اللي بيطلع بالإيد أكثر من هيك؟ يعني بالنسبة لأن إذا كانوا السويديين مستنكرين، إذا كانوا السوريين مستنكرين، هلا أنا قلتها، هل نكتفي بالاستنكار؟ في شيء لازم يكون على أرض الواقع، أرض الواقع نحن بنعرف إنه في شغلة واحدة بس عم بتصير. أنا يوم أخذت الجائزة بمهرجان صبيطلة بتونس، لما رفعت قوس النصر، قلت أنا هذا قوس النصر لا يستحقه، من يستحقه هو الجندي السوري اللي ما عم يدافع بس عن كرامة سوريا وإنما عن كرامة العرب كلياتها. أكيد. طيب هذا اللي هو الجندي السوري اليوم اللي على أرض الواقع، هو اليوم اللي عم يفرضوا المعادلة. ودكتور هذا الانتماء يلي نحن عم ننتمي له كجنود كجيش عربي سوري، هون الانتماء للوطن وللعروبة، هو الأهم من العروبة هو الانتماء. قديش الانتماء مهم؟ هي يعني الثقافة، أنا محاضراتي عملتها من سنتين بمحردي وعملتها بعدة مناطق، هي ثقافة الانتماء، إنه نحن ينقصنا بعض الناس ثقافة الانتماء، يجب أن نضع الانتماء نحن بالهالي ونكون نحن حواليه، لأنه إذا ما كان عندنا انتماء شو هو؟ أنا بقعد يوم 32 سنة بالسويد، الثاني بيقعد 40 سنة بأستراليا أو بغيره، وين جذوره؟ صحيح. ما عنده جذور. أنا اليوم لما برجع على على على, على سوريا رغم كل الظروف أنا بحس حالي ملك، لأن أنا بحس حالي على جريتي على أرض صلبة، مش إنه أنا غريب. أنا ببقى 40 سنة بالسويد و50 سنة بالسويد، أنا ما حتى لو جنسيتي سويدية أنا ماني سويدي، أنا ما ببقى سويدي، أنا ببقى سوري. ونحن أنا سوري، قلتها أنا سوري قبل ديانتي وكنيستي وجرنا معمودية كنا سوريين وسنبقى سوريين. صحيح. قبل حتى كل الديانات. فاليوم لما أنا مثلا بيجي اليوم
يعني هلا عندي نهار السبت بتسعة الشهر بمحردي في عندي محاضرة وتوقيع كتابي اللي حكينا عنه الحقيقة أريد أن أرى الشمس، وعشر الشهر في عندي كمان باللاتقية وريعون بكل منطقة هي لجرحة تبع المنطقة اللي هي اللي صارت فيها. نعم. دكتور يعقوب، يعني ذكرت أنه رح يكون عندك جولة على عدد من المحافظات، خلينا نحكي أكثر ونتطرق لموضوع الكتاب ويمكن شو بيتضمن وهي أبرز المواضيع يلي تطرقت لها ضمن الكتاب. أنا قلت لك أنه هيدا الحقيقة، خلينا بس بعد إذنك نشوف الكتاب الحقيقة. في اوكي ايوه بس هيك الحقيقه اريد ان ارى الشمس. الحقيقه اريد ان ارى الشمس. الحقيقه اريد ان ارى الشمس. كلنا نريد ان نرى الشمس. نحن نقول انه سوريا الشمس. نعم. الحقيقه هو كان بالاصل لما انا انطلقت منه، انا ما انطلقت منه من اجل انه اكتب كتاب، انه انا لما بدت الازمه ببدايه الازمه بسوريا. شكرا. كان في أسئلة كتير عمالة تنفرض على المواطن. نعم. إن كان داخل سوريا وإن كان خارج سوريا. نعم. فاليوم أنا كنت أفكر إنه حملت هالأسئلة كلياتها والتقيت ببروفيسور السويدي وبدأنا رحلة البحث عن الحقيقة. إنه شو العمالة يصير، هل نكتفي بما يقوله الأعلام أم نذهب نحن إلى الأماكن اللي حدثت. تجولنا في تركيا، تجولنا في العراق، تجولنا في الدول الأوروبية من تونس. يعني أكثر من 22 معرض كان. أكثر من 22 معرض لحد اليوم، وآخرها كان معرض دمشق للكتاب. نعم. وقبل منه كان معرض بيروت، وهلأ بالشهر الجاي في عنا بمعرض هيشارك بمعرض، والشهر اللي بعده بكازابلانكا بالمغرب، وشهر ثلاثة بتونس. ما شاء الله في اقبال ومبيعات عليه منيح، وانا مبسوط كل ما زاد عليه المبيعات كل ما زاد قدرنا نساعد. انا قلت انه كتاب يساعد مصاب. صحيح. دكتور خلينا بس هيك شوي نتطرق للغلاف، يمكن مكتوب خبايا واسرار الحرب الكونيه على سوريا، صوره اولاد عم تعاني من الحرب، صوره يمكن تفاصيل بتوجع ولكن يمكن هي الاراده هي كانت اقوى. خلينا نتطرق لديزاين الكتاب ويمكن لاهم النقاط يلي توجهت فيها من خلاله. أنا لفت نظري هذه الصورة يلي تداولت كثير جدا، إنه كانت لما اضطرت إنه لحظة القذائف اللي صارت والتفجيرات، وبعد يومين وهن عمالين يشيلوا الأنقاض اكتشفوا أولاد تحت الأنقاض وكان عايشين يومين في الظلام بالكامل. فأول ما فتحوا عم يحاولوا يفتحوا الحديد، عم أول شغلة كان بدهم يشوفوها هي الشمس. أكيد. الحقيقة، ونحن كنا نبحث عن الحقيقة، فلذلك كان هذا الديزاين تبع الكتاب إنه خير معبر لموضوع الكتاب. نعم. تمام. يعني دكتور من الحقيقة إلى عراب المحبة بصمة رجل، يعني خلينا نحكي كيف انتقلنا من هون لهون وشو كانت المستجدات وشو كانت القصص يلي ضفتها بكتابك الجديد. أنا بدي أقول شغلي إنه هلأ كتاب الحقيقة أريد أن أرى الشمس هو كتاب سياسي، كتاب عن حول موضوع اللي ما جرى في سوريا خاصة. نعم. والعالم العربي. نحن بحاجة لحتى نشيل هالكراهية، نحن بحاجة إلى المحبة. هناك محبة بكل مجال. هناك محبة، محبة الأم، هناك محبة الوطن، هناك محبة بصمة لكل إنسان. أنا اليوم خلال 32 سنة بالسويد كان في بصمة، هي اسمها بصمة رجل أو بصمة مهاجر ما بين الوطن والاغتراب. فهناك بصمات فنية لفنانين، في هناك بصمات فنية للرياضيين مثل غادة الشعاع، بصمات فنية مثلا لدريد الحام. نعم. في قصص يمكن هدول العالم اللي كان لهم أثر بسوريا ويمكن شاركوا بأهم المحافل وبأهم الفعاليات العالمية. في قصص حدثت كنت أنا شريك بالقصة أو كنت شاهد على القصة. فأنا حبيت أنه سطرهم هودا أنه يكونوا عرابين المحبة. عرابة محبة أم أنه شو مرة ما صار فيها، عرابة محبة ابن تجاه عائلته أهله أو تجاه وطنه، محبة عسكري تجاه وطنه، محبة فنان لبلده كدريد لحام، كممدوح الأطرش، كغادة شعاع. هل قصص هذه المحبة الإنسانية سلط على الضوء كثير على الإنسانية، إنه نحن وخاصة هلأ بعد فترة الحرب ونحن على أبواب الانتصار وعلى أبواب نهايتها، نحن بحاجة إلى بناء الإنسان. إنك تبني الإنسان لازم تبنيه بالمحبة. من يقرأ هذا الكتاب
تتحرك عنده المشاعر إنسانية، مشاعر أخلاقية، إنه في ناس رغم إنه الناس اللي كانت عدوانية، اللي كانت ضد، اللي انقلبت، في ناس أيضا كانت لها بصمة إيجابية، بصمة محبة بكل معنى الكلمة. فحبيت إنه أنا سطرها إنه بكتاب لتكون متداول كمان للناس كلها تقرأ، مو بس إنه يقرأ عن الكراهية. شيء يغسل الكراهية لازم تكون المحبة. نعم دكتور يعقوب، يمكن من خلال حديثنا ذكرت أنه رح يكون في لك جولة بالمحافظات، خلينا نرجع نذكر المشاهدين لحتى كل حدا يمكن حابب يكون بين إيدي الكتاب أو يطلع على تفاصيل الكتاب، محاضراتك وين رح تكون وأي والتوقيت الصحيح من أجل المشاركة؟ أنا المشوار الماضي بشهر آب اللي كنت وقعته في بيروت ووقعته هون بدمشق بمعرض الكتاب استغرق تقريباً 10 أيام، أخذ كل وقتي، ما كان عندي استطاعة أنه دور بالمحافظات. فوقعته مو بس بمعرض، وقعته كمان بعدة جمعيات منها لمس الدفا وعدة تجمعات. نعم كمان الإخبارية كانت مواكبتك دائماً بتوقيع الكتب. نحن القنوات السورية والإخبارية خاصة نعتبر بيتنا. أكيد. فمحردي هي بلدي ومكان اللي أنا ربيت فيه، وإلا فضل علي مثل ما الوطن علي له فضل، بحس إنه هي عائلتي الصغيرة مثل ما هن الوطن هو عائلتي الكبيرة. فالبداية حتكون بمحردي إن شاء الله، بكرة أنا مغادر لمحردي، والسبت هو حفل التوقيع الساعة 6 مساء إن شاء الله بالمركز الثقافي. ومثل ما قلت إنه ريو حيكون، وهي حتكون مناسبة كمان التقي بكل الأصحاب والأصدقاء اللي بانتظاري، واليوم من الصبح من التليفونات متواصلة، وإن شاء الله حيكون لقاء حلو يومين. ونهار الأحد حتستمر الجولة لللاذقية كمان، باللاذقية كمان في هناك تجهيزات وتحضيرات كبيرة، وإن شاء الله كمان يكون باب خير، وحنطلق منها لطرطوس وحتكون الرجعة كمان مرة ثانية بالسلامة إن شاء الله. الله يسلم. أكيد بالسلامة. يعني دعم كل مشروع وطني سوري وخاصة لدعم الجيش العربي السوري نحن منفتخر فيه، ومنفتخر بكل شخص سوري خارج الوطن ويحمل قضية ورسالة وطن. كلمة أخيرة منك لكل اللي عم بيتابعنا، الدكتور يعقوب مراد رئيس مركز التوازن الإعلامي بالسويد، كلمة أخيرة. الكلمة الأخيرة بدي أحب أقولها إنه مهما الليل طول ومهما الظلام طول، إلا ما تشرق الشمس، إلا ما تبقى المحبة. الإنسان، كلمة الإنسان هي من الإنسانية، ونحن بدون إنسانية ما بنقدر نعيش. راهنوا على الإنسانية، راهنوا على مساعدة الآخر، راهنوا أنكم تكونوا إنسان قبل أي شيء آخر. نحن هذا هو الرهان اللي حنكسبه بالحب، ممكن أنه نعيش، بالكراهية ما بنقدر نعيش أبدا. وسوريا من يوم يومها هي مهد الإنسانية، مهد الحضارة الإنسانية، ومهد الرسل، ومهد كل شيء جميل ورائع. وأنا أفتخر مثل ما قلت أنا بمقالتي، أنا سوري وأفتخر، أنا أفتخر أني أنا سوري وأنتمي لهذا الوطن. نحن أكيد بنفتخر بحضرتك وبكتابات حضرتك وبإضاءاتك الرائعة وبوطنيتك يلي هي لازم تكون مثال للعديد من المغتربين. أكيد شكرا كثير لك دكتور يعقوب. صدقيني في مثلي كثير كمان بالاغتراب، وبعرف وجه لهم تحية أكيد للوطنيين مثل ما قال التالي للوطنيين، وقديش قلبه على حبتهم. امبارح واحد ما صلوا أكثر من 6 شهور طالع من سوريا، امبارح كتب لي نيالك أنت بسوريا، جيب لي معك كمشة تراب، هذا الحنين للوطن، جيب لي معك كمشة تطرق، هذا الحنين. تمام يعني شكرا كثير دكتور. الله يخليك. نورتنا دكتور. شكرا كثير ليا. رح ننتقل